مسؤولين وهذا الشيء دولة بقرطوية سعودية عربية يا وحاي بينيين إن لقى ممنوع أي مسجد كبركيسا حرم كائن يؤسو عمرتها كان إيا حج بسنة كان مسلمين تاكسوغا ودن كقطر يقدون يا إن يكفى إذا استان أرمهاسي مسؤولين تا وحاي شيغين إن أرنتني أي تايمد أن وحبا كتشرين يدو مددي أقدم بيسي لوذي ورر ليس لدح مريي أو أي قرين قار كم إذا شرائد كا ودمضى عربتا كصوبحا يكو عالم كا يدو قار كم إذا هاي أذوهنا أي كباقيين إن مركاسي أن لغهر جوكسنين ددكا مسلمين تا عمرضا أتغيا هالكاسي مسؤولين تا ودن كا بغرطو يدا سعودي عربيا أيا شيغي إن أرنتاسي أي تهي مد ملك لعكوة شرفتا خادم الحرمين الشريفين أو أه بقرك ودن كاسي أو إساقو لشيغي إنو ديارو يهي عدكستا أو مسلنا أو مركا دونيسا إني عمرضا تما دو أما حجكا إني أفران تهي سيدا أو بقرك شيغي مسؤولين هذا الشيء ما ملكا مسجدك بركيسا أي حرمكا أيا شيغي إن إمن كبا تراب بدن أو كسعوتا ودن كا قدر داد كيسو أي عمري سنيان أو أي عمره أجوغان هالكاس وعنا أي شيغين مركا لقارو حجكا ينا إن أي إمن دونان داد كا أولاشي ودن كا قدر إيقو مركا دوني إني حجكا كقيب قاتان مسؤولين تا بغرطوية دا سعودي عربية وحا أي شيغين إن أرين تاسي أي تهي ميد لبين أبوري بل سوحاي تلمامين إن أجي دوين غارا لغالها مركي تلابوين كاسي لسمين أي لن عاكلانا بغور كودن كاسعودي بغور سلمان إيا مسؤوليين كري أيا بوغشوكو تغي قدها كبعادا باراكيسان يدو بغور كانا وكاقايب قاتي نضافد لغو سمين أي قدها حرمتا أما مسجد كحرم كعبدا قده هيدا أو أي مركا هولو وناكسن أي كودين مسؤوليين تا مسجد كبركيسن حرم كقابلسن وعسيو كالي لشيغي إن لو ديار قروب يوم مناسبة دوين تضبية لباتن كبشة رمضان ليلة القدر يدو ضد فربضان أو مسلمين إميكا يكسو غيهين حرم كاسي أيو عبادستان يدو كوو كالانا أي كسي قول قول أيان مالمها سو سعودا سي أي مناسبة دا سي وين ليلة القدر كا أغهران طبان كدنب بيشة بركيسان رمضان وقو دنبين تينا داو ديال واركينا وحينو كسو قبا قبينينا أرين كسابسان بيشة بركيسان رمضان إيو ورباهين تا عالم كا wararkii ugu waaweynaa ee ay ka diyaariyeen bishan hadaba magaalada Beirut ee xarunta waddanka Lubnaan ayaa la sheegay inay noqotay magaalada ay isugu soo baxaan dadka ugu badan ee hal goob ku afuraya hadaba magaalada Beirut ayaa waxa la sheegay in ay sameeyaan dadka gudaha magaaladaasi miisas dhaadheer oo la sheegay inay yihiin kuwa ugu dheer adduunka ee cunto la saaro ilaa 2000 oo mitir dadkuna ay dhinacyada ka fariisanayaan waxa la sheegay in miisaskaasi ay imanayaan familada ama qoysaska iyo dadka kala duwan hadii ay yihiin kuwa iyagu awoodi kara inay afur ka sameystaan iyo kuwa kalaba waxaana ay sheegeen inay aad u jecel yihiin isu imaatinka iyo waliba in dadku uu ka muuqdo ramadaanka iyo sida ay ugu qidmeynayaan hadaba afurkan dadka waxa ka qayb gala hay'ado kala duwan oo iyagu markaasi ugu tala galay inay dadkaasi kaga faa'iideystaan oo ay ajar kaga raadsadaan waxaana kamida dadka ganacsatada ah iyo dadka kale ee muxsiniinta ah familada ama qoysaska ka qayb galaya munaasabadan afurka ayaa imanaya goobta 2 saac ka hor xilliga aadaanka salaada maghrib si ay markaa afurka uga qayb qaataan markii dadku ay afuraan kadib waxaa jira wacdiyo muhaadarooyin iyo waliba fantasiyo dadka lagu maaweelinayo oo markaasi looga sheekeynayo faa'iidada bisha barakeysan ee Ramadaan dowdiya warkii aad kala socoteen studiyaha Kalsan TV uu ku leeyahay magaalada London waa nagaynta anigoo nadaara ayaa idin la socodsiinayay inta aan mar kale kulmayno sida ayo nabadgelyo wasalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.